بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم على قناة مستر يوسف عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية وحل أيضا التدريبات المختلفة على المنهج بتاعك إن شاء الله في المرحلة الثانوية العامة كاملة بإذن الله. كمان شباب معانا على نفس القناة بتاعتنا، قناة مستر يوسف عزت، الصف الثالث الإعدادي. أما بالنسبة لطلبتنا وأولادنا في المرحلة الابتدائية والصف الأول والثاني الإعدادي، فإحنا عندنا قناة تانية اسمها قناة إنجليزي ابتدائي أند إعدادي. مرحبا الله بالصف الثالث الثانوي، وأهلا بسيوس أستاذ زاد، شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معاك في حل مجموعة من المنهج بتاعك، مستمرين مع القصة بتاعتك Great Expectations. إن شاء الله النهاردة هنشتغل تدريبات على الفصل الثالث. Don't be rude and لا تكن وقحا وإيه بقى yourself. طبعا الجملة قاسية شوية سامحوني فيها، بس أنا ماليش ذنب والله، دي جملة مكتوبة قدامي. يا ترى نقول إيه؟ deceive بمعنى يخدع، ولا believe بمعنى يؤمن بشيء أو يعتقد فيه، ولا behave بمعنى يتصرف أو يسلك سلوك معين، ولا save بمعنى ينقذ أو يوفر. هنا يا شباب أنا هاخد كلمة behave علشان تكمل مع yourself صياغة أو تعبير اسمه تأدب أو أحسن سلوكك. لما اقول behave yourself معناها احسن سلوكك او تأدب، وده تعبير سامحوني فيه بس موجود في القصه فاحنا بنستخدمه. اتنين بيقول لك فيها there was a bad storm، كانت في عاصفه سيئه جدا and my flat was، والشقه بتاعتي ايه اللي حصل لها؟ بقت ايه؟ dusty، dusty معناها مليانه تراب، ولا sunny مليانه شمس، ولا rainy مليانه مطر، ولا snowy مليانه جليد؟ لا طبعا، بما ان كان في عاصفه وتراب والدنيا خربت بقى، يبقى كانت الشقه بقت ايه؟ بقت داستي، يعني مليانه تراب. او فيها تربة اجابتنا في جمله رقم 2. نحرك الشاشه شويه علشان نشوف جمله رقم 3. طبعا احنا بنخليك الاول تشوف عنوان الفصل بفتره واضحه وبعد كده بنكمل. Before being a famous mechanic، قبل ما يبقى ميكانيك مشهور جدا، ميكانيك يعني. He was our and كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل بينتر، نقاش، ولا ابرنتس، صبي، صبي بيتعلم المهنه والحرف والحاجات دي اللي هو عندنا في الثقافه المصريه بيقولوا عليه بليه، ولا ريبورتر، ريبورتر اللي هو مراسل صحفي، ولا اكسبرت، خبير. لا طبعا الميكانيكي في بدايته بيبقى شغال ابرنتس، صبي، ودي طبعا ايه عشان يتعلم المهنه او الحرفه بتاعته وبعدين يتقن. أربعة بيقول لك فيها ذا سيلز مان، البائع ماله بقى؟ ذا بريزنت، الهديه، ويز ا كلرفول بيبر، بورقه الوانها جميله جدا. شيرت، شاركه، ديفايدد، قسمه، برينتد، طبعه، ولا رابد، لفه، غلف. هي دي لف الهديه بورق جميل وملون. يقول رقم خمسه بيقول لك فيها اسكت ماي فريند تو، انا طلبت من صديقي كذا اوت اوف هيز نيبر هود، كذا من الجيره بتاعته، انه يعمل ايه بقى؟ ان هو بير، يتحمل شيء معين، ولا تير. تير هنا بمعنى يمزق شيء، المعنى الحرفي ليها بس اصبر عليها شويه، هنجيب معناها بعد شويه. لند بمعنى يقرض، يسلف، وليد بمعنى يقود. تمام، انت عندك حاجه اسمها تير اوت اوف، بمعنى عايز اقول لك ايه، يطلع من الجيران دول، يطلع يعني ايه، كانه يقطع نفسه منهم يعني. ان تير بمعنى يمزق شيء، او طبعا حسب الجمله هنا مقصود بيها، يا عم ابعد عن جيرانك دول منهم ناس مش كويسين. ستة بيقول لك فيها when they got engaged، لما اتخطبوا، ماشي، ايه اللي حصل يا عم؟ the fiancé chose a nice، fiancé هنا بالدبل اي دول ورا بعض، دي كده الست مش الراجل، يبقى بيقولوا عليها العروسه او الخطيبه. طيب اختارت ايه جميل؟ فلور، فلور ارضيه، ولا روف اللي هو السقف، ولا رينج خاتم، ولا سيركل دايره؟ لا طبعا هتختار رينج، هي هتختار خاتم، مش حاجه غير كده. سيبوا لك فيها قنا، ودي مدينة أو محافظة كبيرة عندنا في الصعيد. As a governorate، هي المحافظة in which I lived and grew، المحافظة اللي أنا عشت فيها، وإيه بقى فيها؟ grow إيه؟ طبعا عايز أقول لك كبرت، يبقى grow down ولا up ولا on ولا off، grow up، أو تحديدا دي grew up لأنها ماضي، grew up بمعنى كبر فيها. نتحرك مع جملة رقم 8 واللي بيقول لك فيها when we entered the old house، عندما دخلنا إلى المنزل القديم، ماشي، اللي حصل؟ it was full of with spiders، كان مليان بإيه السبايدرز؟ حاجة تخص السبايدرز إيه؟ ويبس اللي هي بيقولوا عليها بيوت العنكبوت أو نسيج العنكبوت، ولا سايتس مواقع، ولا لينكس روابط، ولا كوتس معاطف جمع كلمة معطف، لا كانت عندك فيها سبايدرز ويبس اللي هو خيوط العنكبوت أو شباك العنكبوت زي ما بيقولوا. تسعة بيقول لك فيها سلوى از ماي كازن، سلوى بنت عم. طيب this means that she is one of my ايه، ده معناه ان هي واحدة من ايه، من ايه اللي يخصني ايه بقى؟ كلاس ميتس، زمايل المدرسة،
ولا كوليجز رفقاء العمل، ولا نيبورز جيران، ولا ريلاتيفز اقارب؟ لا ريلاتيفز اقارب، مش هي بنت عمي خلاص تبقى قريبتي. عشان بقول لك فيها the old roof was، السقف القديم كان ايه ماله بقى؟ with huge wood poles. huge wood poles بمعنى اعمده من الخشب اللي كانت ضخمه جدا. طيب كان ايه بقى؟ lead، جاي من lead، lead lead بمعنى يقود كذا، ولا held بمعنى مثبت بيه يعني حاجه سنداه يعني، ولا taken التصريف الثالث من take ياخذ، ولا given التصريف ده من give يعطي. عندك حاجه اسمها held with، يعني كان عايز اقول لك ان السقف ده كانوا مسندينه بدعامات من الخشب الكبير. نتحرك مع الديفينيشنز اللي جايه مع تشابتر 3، تشابتر 3، وجايب اول واحد بيقول لك ايه؟ A marriage ceremony، مراسم للزواج. And the meal or party، والوجبه او الحفله that follows it is a، اللي هتيجي بعده بيسموها ايه؟ بيسموها باتل، معركة، ولا باتل، زجاجة، ولا ويدنج اللي هي الأعشاب الضارة، ولا ويدنج اللي هو حفل زفاف. هي دي ويدنج، حفل زفاف. إجابتنا في واحد. فين بيقول لك فيها تو كذا، إن أنت تعمل كذا، means to give something، إن أنت تدي شيء ما to someone، لشخص ما، because they have done، لأنه أدى something good، حاجة كويسة، or helpful، أو حاجة معينة، or have worked for it، أو حتى عمل من أجل هذا الشيء. طيب بتعمل إيه بقى؟ أنت بتعمل إيه بقى؟ prove بمعنى يثبت او يبرهن، ولا reward يكافئ بطريقه غير رسميه، ولا improve بمعنى يحسن، ولا award بتكافئ كده بطريقه رسميه. هنا المكافاه واضح جدا ان هي ما جابش حاجه سيره جهات، يبقى منه ما جابش سيره جهه رسميه، يبقى انت كده بتعمل ايه بقى؟ بتدي reward، مكافاه بطريقه غير رسميه. طبعا الجريت اكسبكتيشنز ادي عنوان القصه بتاعتنا موجود قدامنا عشان نبقى شايفينه. تقول لك فيها a member of your family، واحد من افراد اسرتك، is called our aunt، بيسموه ايه؟ owner، مالك، ولا organ، عضو في جسم، ولا relative، قريب، ولا classmate، زميل دراسه طبعا العيله، يبقى ده ايه؟ relative، قريب. اربعه بدا فراغ، means having a skin color، كذا ان انت معناها ان انت يكون عندك لون الجلد بتاعك that is very white، يكون لونه ابيض فاتح جدا كده او شاحب زي ما بيقولوا، or whiter that it usually is، يعني than whiter than، مش that whiter than it usually is، اكثر بياضا من المعتاد، يبقى كده بقى لونه شاحب. يبقى نقول ايه؟ pale، شاحب، ولا pile بمعنى كومه، ولا well بمعنى بئر او وصيه، ولا well بمعنى حسنا. لا طبعا انت بقى كده الجلد بقى pale، او البشره بقت pale، شاحب. خمسه اقول فيها a number of people، عدد من الناس، or things، او الاشياء، that is more than a few، اكتر من القليل، but not a lot، ولكنها ليست كثيره. يبقى دين عليه similar، متشابه، ولا formal، رسمي، ولا several، العديد، ولا popular، مألوف، محبوب، الحاجات دي. several بمعنى عديد، الشيء العديد له قليل وله كثير جدا، يعني ايه؟ في منطقه وسط ما بين ده وده. نتحرك مع جملة رقم 6 واللي بيقول لك فيها كذا means dark، كذا معناها شيء مظلم، especially in a way، وخصوصا بطريقة that makes you feel sad، يعني بطريقة بتخليك تشعر بالأسى أو الحزن زي ما بيقول. dirty معناها متسخ، pretty يعني جميل، ugly يعني قبيح، و gloomy بمعنى عبوس، اللي هي الإنسان اللي بيبقى متجهم كده، تلاقيه كده يعني في تكشيرة كده معينة. سبعة لك فيها someone who works for an employer، الشخص اللي بيشتغل عند صاحب عمل، for a fixed period of time، لمدة محددة من الوقت، in order to learn a particular skill، عشان يتعلم مهارة محددة، is called أو أن بيقولوا عليه إيه؟ apprentice، صبي، ولا shopkeeper، shopkeeper اللي هو اللي بيشتغل في المحل ده، ولا technician، تقني أو فني، ولا amateur، amateur معناها هاوي. لا اللي بيشتغل في مكان عند صاحب عمل عشان يتعلم حرفه بيسموه ابرنتس بمعنى صبي. صبي بمعنى لسه صبي في الحرفه، مش صبي معناها ولد او بنت يا شباب. طيب بيتعلم الحرفه طبعا زي ما قلنا. طيب ماشي. نروح الجمله 8، تو كذا ان انت تعمل كذا، means to put paper or cloth over something to cover it. كذا معناها ان انت تحط ورقه او قماشه حوالين شيء علشان تغطيه. طب انت كده بتعمل ايه بقى؟ بتعمل كريب، بيزحف، ولا راب، يغلف، ولا باي، يشتري، ولا ديليفر، يوصل حاجه للبيت. انت كده بتعمل حاجه اسمها راب، بتغلف الشيء سواء بالورق او بالقماش.
تسولف فيها اوريان وجاب فراغ مينز ورك كذا عباره عن ايه ورك عمل ديوتيز واجبات سوشيال بوزيشن مكانه اجتماعيه that belong to someone اللي تخص شخص ما especially when they could do better لما يكون عنده الفرصه انه يعمل يؤدي اداء افضل من كده او احسن من كده. طب عندك بقى دي تسميها ايه بقى؟ opportunity فرصه تمام ولا amount مقدار ولا plot plot اللي هي قطعه ارض او حاجه زي كده ولا lot. طب ال opportunity الفرصه تمام هي اللي انت شيء يتاح ليك انك انت عباره عن عمل او واجب او مكان اجتماعي ممكن من خلالها تقدر تأدي ايه اداء افضل بعد شويه. عشان بقول لك فيها a situation in which موقف اللي انت فيه two or more people اتنين او اكتر disagree مختلفين مش متفقين مع بعض often angrily بالغالب بطريقه بيكون فيها غضب شويه اللي بيسموها ايه replacement استبدال ولا treatment علاج ولا argument جدال ولا agreement توافق. لا دي الناس مختلفة بما انها ناس مختلفة يبقى دي اسمها argument بمعنى جدال اجابة وحيدة صحيحة. لكن ان شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من تدريبات المنهج بتاعك ان شاء الله نتظرنا في المزيد مع معلم خبير الانجليزية مستر عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.